ثم فاز حتى على الظفرة في الدور 16 بالركلات الترجيحية. لكن عندما نتحدث عن مباراة الذهاب كان الظفرة قد فاز في مباراة الذهاب. يمكن يكون خارج ملعبه مرة ثانية لما حسم الدوري في المرة الأولى كان في 2011 قبل النهاية بأربع جولات وتحديدا في مباراة الوصل. هناك لعة النصر عامر في وسط الملعب يلعبها إلى خليفة. انطلاقة من جديد فواز في وسط الملعب يرسل الكرة ويحولها بالبع هو أحمد عيسى واللقطة الماضية فيها تسلل. الكرة تعود الكرة ملعوبة من جديد كرة حاضرة وموجودة إلى السيمي فاينال. نعم كل ذلك نعم وهذا هو حتى في هذا الموسم كرة إلى الأمام الآن محاولة عن طريق أحمد خميس يتقدم محاولة للنصر طار الحتاوي وكل العوامل نعم كانت رائعة جدا بالنسبة للإعصار الحتاوي من أجل البقاء وتثبيت الأقدام في هذا النصر. خسر 9 مرات والنصر في المباراة الماضية فاز على اتحاد كلبة عندما استضاف الاتحاد حارس مرمى حتى. اذا بالفعل المواجهات هي 3 وهنا المواجهة الرابعة والكرة الى الامام في بطولة الدوري. 3 مواجهات ماضية مواجهة تحت النصر يطيو فريق نادي النصر في هذه المباراة. عبدالله القميش حارس المرمى وكذلك مبارك السعيد الشحي جاسم يعقوب عصام ضاحي سلطان عبد الله. إذن عبد الله الملا هو القادم والكرة لصالح النصر. محاولة أمامية نصراوية الكرة تعود ومحاولة للنصر مستمرة أمامية الضغط والمتابعة والمحاولة ولكن حارس المرمى عبيد ريحان. الجزيرة يستضيف الشباب والشارجة يستضيف الإمارات. كرة إلى الأمام برادة حطا برادة عبد العزيز برادة حطا كرة الآن اتحاد كلبة وبنياس. شوط المباراة الأول انتهى أيضا بنفس هذه النتيجة بالتعادل السلبي. خلاص إحدى البطاقتين راح تكون لعدمان. كرة الآن ملعوبة من محمود خميس والبرتقالي فعلا يقترب من العودة إلى دوري الخليج العربي. كرة الآن محاولة لطارق أحمد. طارق أحمد داخل المنطقة رأسية من ماهر جاسم. الكرة ما زالت مستمرة مع المدافع نيكولاي مضغوط عليه. كرة ما فيها شيء في اللقطة الماضية خلص من أمام نيكولاي يبعد بعد ذلك في وسط الملعب. محاولة وكيت يلعب أيضا فريق الشارقة أو فريق الإمارات يحل ضيفا على فريق الوصل. الشارقة فاز أمس على اتحاد كلبة وصل إلى النقطة ب20 تساوى مع فريق حتى بالتالي ناقوس الخطأ الضنحاني مصد الكرة. هذا جوكي كال مدرب المقدوني مدرب فريق حتى اللي حل بديلا أيضا في بدايات الموسم للمدرب الوطني وليد عبيد المدرب اللي قاد فريق حتى ذلك أيضا لظرف من الظروف بطاقة صفر أخرى يترك فريقه في وقت أيضا يحتاج فيه دبر فجيرة أو حتى أيضا لجميع اللاعبين. خطأ لمصلحة فريق دور الأول على ملعب فريق أو على ملعب الفجيرة اللي يعتبر أيضا ملعب فريق دبل الفجيرة. أمامية عالية إلى برونو إلى موسى حطب أبراس موسى إلى برونو لكن أيضا مقطوعة تخلص أيضا عن طريق اللاعب نيكولاي. مرة أخرى للفجيرة الفجيرة أخطر الفجيرة في هذه اللحظات أقيا لدبل الفجيرة. نشوف ياسين هل يكون فيها بخيت عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية تتخلص أيضا تشتت تبعد من دفاعات فريق طالب ايضا بلمسه يد فتماما كان كل المؤشرات تعطي بالتاكيد يعني زعامه حظا وفيرا من الترشيح لنيل لقب هذه البطوله لكن العثرات بالتاكيد جعلت الزعيم قليلا يعني استطاع فريق نادي حتى ان يصل وان يهدد عن طريق لاعب طبعا يتواجد
مهاجما صريحا وحيدا بدون دعم بدون امداد. استطاع اساسي في تشكيله هذا اللقاء الهام بالنسبه للطرفين للجانبين للجانب الحتاوي الاعصار ولفريق الاهلي الفرسان في هذا اللقاء. اليوم انطلقت مباريات الجوله 19 ثلاث لقاءات. هذا اللقاء المتصدر الجزراوي مع الاماراوي وليد عباس رمي التماس ملعوبه داخل منطقه الجزاء تتهيأ تتخلص تبعد. المدرب ايضا يعني المقدوني مدرب فريق حتى بالتاكيد يعني امام مهم هدافين بعد ما كان متساوي مع ليما لاعب فريق الوصل برصيد 20 هدف علي مبخوت. اتمنى له التوفيق ايضا كنجم اماراتي مواطن من خلال ايضا حصوله على لقب هداف الدوري دوري الامارات في عصر الاحتراف يوم 27 راح يقابل ايضا فريق لوكوموتيف الاوزبكي ويوم 13 مارس راح يقابل التعاون. هذه بالنسبه للمباراه القادمه ايضا من مشاركه دوليه مع منتخب بلد غانا هناك ايضا في بطوله الامم الافريقيه. كره ملعوبه الان فيها مرور بعد ذلك الى خارج الملعب سقوط ايضا للاعب ماكيدي ديوب. حتى والذي يبحث عن ثلاث نقاط غاليه ايضا تعطيه الامان والاطمئنان الامارات في المركز الثالث عشر وقبل الاخير ب 12 نقطه في المقابل. يعني الان يتراجع وتراجع الامارات الى المركز قبل الاخير بعد انتصار دبل فجيره بالامس على العين وسلطان عبد الرزاق. المساعد الاول علي راشد النعيمي والمساعد الثاني قيس الخديم. الحكم الرابع سلطان محمد صالح مقيم الحكام علي سرور. امنياتنا بالتوفيق للطاقم التحكيمي الذي يدير هذه المواجهه. هنا الانذار الاول في المباراه والانذار الاول يظهر مبكر. ملحمة البقاء وكرة الآن مقطوعة مخطوفة الكرة ملعوبة عرضية من متابعة خطيرة من ساشا وخطيرة من خالد خميس عبد الله علي والخطورة لا تزال. عثمان سو كرة الآن لصالح الإمارات خطرة. طب بنياس اللي فاز أيضا في الجولة الماضية على حتى بنياس لديه ثمان نقاط. كرة لعبت إلى الأمام بنياس الذي يقوده الآن المدرب العراقي البعة عن طريق مراد باتنا. يتقدم مراد ولو تحرك مراد ولو تعلق مراد سيتحقق المراد بالنسبة للصقور. نعم لو تحرك هذا اللاعب المبدع تألقوا ايضا في الملاعب الاماراتيه مع الخليج مع النصر مع العين مع كلبه ايضا كلاعب ايضا في الموسم قبل الماضي مع الشعب ايضا الان مع فريق حتى بعد قدوم ايضا من فريق الامارات في الموسم الماضي. تغني عنها ايضا المدرب جوكيكا متحرك بشكل ايجابي لاعب قوي يلعب يلعب في اكثر من جبهه يلعب كجناح يلعب كظهير يلعب كلاعب وسط ويلعب ايضا كمهاجم صريح ايضا في بعض اتحاد كلبه اللي بدات تتوافد شيئا فشيئا حقيقه الى مدرجات اتحاد كلبه. يمكن شوي اليوم يعني الخميس والناس طالعه من الدوامات يعني قبل شوي والجو حتى الان ايضا مشمس اعتقد مع الفتره. رام شاكر موجود في منطقه جزاء فريق حتى ملعوبه الركنيه عاليه راسيه داخل منطقه جزاء تحول الى خارج الملعب الى ركله مرمى لمصلحه فريق حتكون هو الفائز بنسبه كبيره لان الفريق الاخر الفريقين يجدون يعني الحلول الدفاعيه. بيني الان محاولة المرور خطيرة هذه إلى إبراهيم مراد تتخلص سبعد وسط ملعب فريق حتى. الكرة الآن أمامية إلى علي سعيد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء مايكا إلى مايد حاول فيها ما زالت الخطورة مستمرة تبعد تتخلص تتشتت خطأ بيحتسب طويلة عالية رأسية حلوة من
مايقا، محاول الآن من مايد، حاول فيها مايد إلى سرور بالخلف، بعد ذلك عادت بكاري، بكاري ضغط.